تحت شعار كلمة للعالم يحظى معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 بإقبال لافت من الأكاديميين والنخب المثقفة والزوار من مختلف شرائح المجتمع ليؤكد على مكانة هذا المحفل الثقافي على خارطة معارض الكتب حول العالم. معرض الشارقة الدولي للكتاب يأتي هذه السنة في دورة 41 بحلة جديدة وزهية 2213 دار نشر من 95 دولة من دول العالم، 20 مليون كتاب، 1500 فعالية ثقافية متنوعة، 1.5 مليون عنوان، الأول على مستوى العالم في بيع وشراء حقوق النشر. المعرض يعد فرصة مهمة لخلق حراك ثقافي يجمع بين الكتاب والناشرين وحوارا مفتوحا بين القراء والمثقفين مع المؤلفين، إضافة إلى الحلقات النقاشية والجلسات النوعية. بداية اليوم مشاركة في معرض الشارقة للكتاب، وهو معرض وملتقى للعقول المثقفة والواعية والقراء بمختلف أعمارهم سواء كانوا صغار كانوا أم كبار. حدث جدا ملهم لجميع العقول وجميع الأجناس إن أصح التعبير، مشاركة من قبل جميع الكتاب في مختلف المجالات الأدبية. معرض الشارقة للكتاب ما شاء الله تبارك الرحمن ضخم وفخم ومنسق وسلس للغاية. الصباح الطلبة في المدارس ما شاء الله مليانين وعندهم روح القراءة، وبالليل نشوف الأسر والشباب أيضا يقدمون على الكتب. مشاركة الجهات والمؤسسات في المعرض بما تقدمه من محتوى يثري المشهد الثقافي بكافة مكوناته، حيث يحتفي بيت الحكمة بالإرث الشعبي الإماراتي والإيطالي ضمن فعاليات معرض الخريف برؤية جديدة، كما تستعرض مكتبة محمد بن راشد سلسلة فريدة من الكتب النادرة وأحدث التقنيات المعتمدة بين أروقتها. معرض الشارقة الدولي للكتاب ملتقى للثقافات والحضارات المختلفة يجمع بين جنباته الأدباء والكتاب والناشرين والمثقفين ليأخذ زواره في رحلة ثقافية في مكان واحد. لمركز أخبار قنوات أبوظبي ندى الرئيسي، الشارقة.